نعود إلى مؤتمر المانحين لدعم السودان، وينضم إلينا من برلين مراسلنا يمان الشواف، كما ينضم إلينا أيضا من الخرطوم شيبة الحمد عبد الرحمن. أبدأ معك يمان، ما المتوقع من هذا المؤتمر، وهل سينجح في توفير المبالغ التي يرغب السودان في الحصول عليها لمساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية؟ نعم، يعني من المفترض أن الوقت المؤتمر قد شرف على الانتهاء، ونحن ننتظر انتهاء الكلمات ومن ثم البيان الختامي في المؤتمر الصحفي المشترك كما هو مقرر في الأجندة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حميدوك. في هذا المؤتمر سيتم الكشف عن كل الأموال التي جمعت اليوم، عن تطلعات والآمال التي تنظر إليها الحكومة السودانية وكذلك الشعب السوداني بتحصيل الدعم الاقتصادي والسياسي. وزير الخارجية الألماني أكد في كلمته أن وقوف بلاده إلى جانب السودان في هذا المؤتمر سواء على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعيد السياسي ودعم السودان في عملية التحول الديمقراطي، هناك آمال كبيرة. كنت تحدثت مع بعض الخبراء، مع بعض المحللين هنا، وقالوا أن هناك تقود ألمانيا هذه الجهود الدبلوماسية السياسية والاقتصادية لإعطاء دفعة قوية للسودان، للحكومة في هذه الفترة لمواجهة كل التحديات. ولكن هناك يعني كما تحدثنا هناك بعض الصعوبات أو المعوقات ربما أمام الحكومة السودانية بطبيعة الحال بحسب التضخم الاقتصادي، الأوضاع التي تعاني منها السودان كما العالم بسبب كورونا وتداعيات هذا الأمر على الجميع. السودان وحسب ما قرأنا في وسائل الإعلام الألمانية كانت تأمل أن يكون هناك تمويل لعشرين مشروع على الأقل، هذه المشاريع التي ربما ستعود بالفائدة على السودان، ولكن بحسب خبراء فإن هذا نتائج هذا المؤتمر لن تكون على المدى القريب، ربما نعم. على المدى البعيد، وهي المشاريع التي تحدثت بها السودان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نعم سيادة الحمد عبد الرحمن، يعني أمال كثيرة تعلقها الحكومة السودانية على الأقل على هذا المؤتمر، ما طبيعة الدعم الذي يبحث عنه السودان اليوم؟ هل هو في شكل تمويلات؟ هل هو في شكل شراكة دولية كما يقول حمدوك؟ ما الذي ينتظره السودان من هذا المؤتمر؟ نعم جمال، يعني من الواضح جدا في تصريحات وزير المالية ورئيس الوزراء في الأيام الماضية بأن المؤتمر يبحث عن شراكة مع المجتمع الدولي، ينظر إلى أن أول مكسب حصده في هذا المؤتمر هو ثقة شركاء السودان الذين اتفقوا اليوم على أن يقدموا له الدعم الذي يمكنه من عبور الفترة الانتقالية ويحاول فيه أن يرمم الاقتصاد السوداني ويزيل التشوهات التي صاحبته في الفترة الماضية في ظل تردي الوضع الاقتصادي وندرة كثير من السلع في السودان وصعوبات في الحصول على النقد الأجنبي لاستثمارها ولاستخدامها في عمليات الاستيراد. السودان يبحث عن تقديم مشروعات ربما تكون لها عوائد اقتصادية جيدة على اقتصاده على المدى البعيد والقريب، ولكن هنالك الكثير من الموارد التي ربما لم يتم تقديمها في هذا المؤتمر، غير أن الحكومة ركزت على مشروعات معينة ترى فيها الكسب الأقرب ربما لإعادة النصاب إلى الاقتصاد السوداني لمعالجة قضايا كثير من الأسر السودانية التي عانت في الفترة الماضية من التضخم الذي فاق 100% في الأشهر الماضية، وعانت كثيرا من عدم قدرة الحكومة على توفير كثير من الخدمات، آخرها ما يحدث الآن من قطوعات مستمرة ومجدولة للكهرباء في كافة أنحاء السودان بسبب أعطال أصابت محطات التوليد. نعم. هذا المؤتمر ينتظر منه السودان أن يخرج بشراكات ربما تتيح له أن يبني مشروعات تعود على الاقتصاد بشكل مباشر ويكون أثرها مباشر على المواطن السوداني.